لنقاش هذا الملف السياسي والعسكري. ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة لك سيدتي والمشاهدين الكرام. وفقا لقوات البيشمركة فإن قوة أمريكية وصلت إلى معسكر كيوان في مدينة كركوك، ما دوافع تحريك هذه القوات نحو كركوك بالذات؟ يعني سيدتي، هي كركوك ليست الوحيدة، بل التحرك اليوم أصبح واضح في أكثر من محافظة وعلى أكثر من محور. من بعد أن سحبت أمريكا من الاتفاق النووي، نحن اليوم نشهد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخطو اليوم في المنطقة ضمن خطة لمحاصرة إيران ومحاولة ردع إيران والضغط عليها، خطة عسكرية زائدا يرافقها عمل سياسي كبير. لكن أنا أعتقد أن العراق اليوم أصبح مركز ثقل، وهو مركز ثقل القوات الأمريكية. ووصول حاملة الطائرات النووية إلى منطقة الخليج وفي مضيق تمركزت في مضيق هرمز، والمتابع لهذه المجموعة القتالية منذ أن وصلت إلى اليوم، هي تنفذ عمليات على مدى 24 ساعة في بحرية. فبالتأكيد سيدتي، نحن اليوم نتحدث عن خطة تسير بها أمريكا. كما ذكرنا، هنالك جهد دبلوماسي، وزير خارجية أمريكا ومستشار الأمن القومي أيضا لديهم جهد دبلوماسي في المنطقة على حلفائهم. غرد يوم أمس وزير الخارجية بصراحة، قال نحن نجمع حلفائنا لمواجهة إيران. فبالتأكيد الكركوك تعتبر، سنتحدث عن إيران وباقي التحركات الاستراتيجية في العراق، لكن قبل ذلك، إذا كانت ميليشيا بدر، وفقا لميليشيا بدر فإن قاعدة كيوان تضم 4000 جندي أمريكي، لماذا تسعى إذن الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة عدد جنودها في تلك القاعدة؟ يعني كيوان قاعدة مهمة، قاعدة مركزية، مفصل مركزي حقيقة، لأنه سوف يكون العمق الأهم والعمق الاستراتيجي المؤمن للقوات الأمريكية هو إقليم كردستان، وكركوك بالنتيجة سيكون مقدمة خط الشروع وخط البداية لهذا الناحية المؤمنة، الجهة الأمريكية المؤمنة. فكركوك سوف يكثف الأمريكان وجودهم كي يؤمنوا مناطقهم، لأنه أعتقد بأن اليوم الثقة فقدت ما بين الحكومة المركزية وما بين الأمريكان، لا توجد هنالك اليوم أي تنسيق وتبادل نسمع عنه. فقد يعتبر الأمريكان بأن ما بعد كركوك إلى وصولا إلى المحافظات الجنوبية مناطق أكثر خطورة من مناطق كردستان، فبالتأكيد سوف تكون كركوك هي خط حقيقي يؤمنه الأمريكان. نعم، تحدثت وكالة الشرق الأوسط عن مساع أمريكية لإنشاء 3 قواعد جديدة لها بالعراق، إلى أي مدى تظن أن هذا التوسع الأمريكي يهدف إلى مواجهة النفوذ الإيراني كما أشرت في بداية هذا اللقاء؟ يعني هو سيدتي، اليوم الأمريكان يمرون بمرحلة توسيع تحويل القواعد من قواعد تكتيكية تنفذ واجبات بسيطة إلى قواعد استراتيجية كبيرة، كما هي اليوم يحدث عمليات تطوير كبيرة في قاعدة الحرير في إقليم كردستان وعين الأسد، وسوف نشهد أكثر من قاعدة استراتيجية كبيرة تتحول من الأعمال التكتيكية البسيطة إلى أن تكون قاعدة قادرة على تأمين جحف المعركة، على تأمين معركة، معارك صغيرة ومعارك متوسطة بالدعم والإمدادات اللازمة. وعسكريا أعتقد هذه الخطوة بالتأكيد هي خطوة تدل على أن هنالك استعدادات لمواجهة أو صدام معين قد يكون ربما بالتأكيد مع ميليشيات الحشد الشعبي التي أخذت تصعد بدورها ضد الأمريكان إذا ما صدر قرار البرلمان. فبالتأكيد الأمريكان يجب هذا ما سنتحدث عنه، باعتبار لجنة الدفاع النيابية تقول إن زيارة ترامب كشفت عن تواجد 15000 جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد وحدها، فيما يطالب بعض النواب بإخراج القوات الأمريكية. ما مدى إمكانية استجابة الحكومة لهذه المطالب؟ الحكومة، حكومة عبد المهدي، حكومة شكلية صورية غير قادر على اتخاذ القرار. القرار اليوم في داخل مجلس النواب هو قرار الفتح والنصر، وهذه الميليشيات وهذه هي الواجهة، الذراع الإيراني في العراق. فهنالك إمكانية كبيرة لأن يصدر هذا القرار، قرار إخراج القوات الأجنبية، القوات الأمريكية، وبالنتيجة سوف تكون طبعا عواقبه وخيمة جدا، لأنه سوف يدخل العراق في حرب
حرب دفاع عن إيران، حرب مقدمة، حرق ورقة العراق من أجل إيران، وهذا ما لا يحتاجه الشعب العراقي اليوم، لكننا سائرون إلى هذه النتيجة جراء وجود هذه الأحزاب متنفذة في البرلمان. أشكرك جزيل الشكر الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين.